السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معايا في القناة ديال جميلة كوزين. اليوم غادي نحضر معكم واحد الكيكة ديال الشكلاط كتجي جديدة بزاف وزوينة سهلة في التحضير وما فيهاش المقادير بزاف، وما عليكم غير تبقاو معايا وتشوفوا المقادير والطريقة التحضير. نهار عليكم كنجن كيكة شيكولاتين، طاس الصباح الطاس وغادي تبو المقادير الطاس والتوابل وقت الطاس. قيمة كدا الفيديو لو غتزان المقادير نمشي لصغار الكيكة. دابا غادي ندوزو للطريقه التحضير. دابا جبت واحد الكاسرونه بحال هكا، درت فيها الماء طايب النص. خويا غادي نجيب الكاسرونه تاع مو كاديس اماني موان ولكن ازينوها. غادي نحطو عليها واحد الاناء بحال هادي، بصح هاد الاناء ما خاصهاش توصل الماء طايب. الطبسيه اللي غنك شيكولاتي خصها تكون بون اماني موان. عندي 125 غرام ديال الشوكولات ديال الحليب، زدت معها شويه كحلة بحال هادي بلا سكر. غاري 125 غرام شوكولاتي وغي اني كيس اثنين مورصوطن اني طما زكت نبرا السكر، ولكن داي سكوشي 125 غرام سكوشي اني نبرا السكر اني اللي تجا السكر. دابا غادي نخليوها تذوب. دابا غادي ندوزو للمرحلة الثانية. عندي هنايا 125 غرام ديال الزبدة تكون على حرارة المطبخ. غادي دنيتها 125 غرام دهن، ولكن خصو يديري بو دنيبيرة، خصو يديري باراي نيبيرة ديري يعظب، ولكن ضروري خاصنا نديرو بمعلقة ديال الخشب. الصنق عندك صغنجش وكشوط غسر هذي يدور امشاو كريمة. خاصنا نديرو هكا حتى يولي بحال كريمه. نبقاو نستمروا في التحريك حتى يولي كريمه. هيا الزبده ديالنا ولات بحال كريمه. دابا نقد هنغ ماشي يدور مشاو كريمه خو من غيرك. دابا غادي نجيبو هذاك الشكلاط اللي ذوبنا، مني دابت خليتها حتى بردت مزيان عاد غادي نديرو معاه هاد الزبده. هذا جيغ شيكولاتينو ارمي يتصمد مليح. خلني اكي سكر اخو دهنني. دابا عندي ثلاثة د البيضات بحجم متوسط، ماشي كبار ماشي صغار، وغاريهم ثلاثة متجارين حجم نسنتو تجيبو دا مقرنة رضا مزيان. دابا غادي نحيدو نديرو البيض ديال البيض هنا بوحدو، الصفر غادي نديرو فهاد الإناء. دابا غادي نطلع هذاك الابيض ديال البيض، بصح ما خاصوش يولي قاسح، نطلعو غير النص وغادي نوقفو. خو تسقعد غش براني متجارين، ولكن خصو تسقعد غشي الطاسه ساد يقصح هادي دوري يقصح سازينوها. عندي 125 غرام ديال السكر البني، غاري 125 غرام من السكر القهوي، هاديك كثرة ثاني من وراق متجارين. غادي نخلطو مع هداك الصفر ديال البيض.
دابا راني خدمت هذاك الصفر ديال البيض مع السكر البني ولا بحال هكا وخدمه اوراق نيت متجرين اكس كاني قهوه يدور امو نشوفو ماذا. دابا غادي نجيبو هذاك الشكلاط مع الزبده غادي نخلطوه مع هاد الصفر ديال البيض والسكر. دابا غادي نجيب هذاك البيض ديال البيض هذاك السيق اشمراني متجاري غنفاق لي 3 ايمان انتك شويه شويه. دابا هذا البيض ديال البيض خاصنا نقسموه على 3 د المرات نديروه تدريجيا شويه بشويه. دابا عندي 75 غرام ديال الدقيق خواري 75 غرام موان اثقل شويه شويه غادي نديروها نفس الطريقه شويه بشويه. دابا راني درت انا هذا المول هذا اللي محلول من تحت راني فرشت فيه الكاغط سديته بالكاغط دهنته شويه بالزبده ورشيته بالدقيق مع الجناب تشرخو يسيغد وانيتا المولا وانيتا وغصبو تيسي بالعخ صر شيغض دهن شويه السوانس الدهن ذا رش سويت سوان ذيس 20 سنتيم ذيس 5 سنتيم نوعرة العبار ديالو فيه 20 سنتيم فيه 5 سنتيم هكا. صافي نقادوها شويه هكا تجي مقاده راه غادي تقاد بوحدها في الفران. دابا راني شعلت الفران على 180 درجه غادي ندخلها الفران من بعد مني غادي نخرجها من الفران غادي نقول لكم شحال بقات لي في الفران. اخو السيغ راني نوخ 180 درجه هاد السيغ في الفران خميني ايتي دغاكسر هذا مني شحال يتكاد الفران. ها هي الكيكه ديالنا بالشكلاط كيفاش جات زوينه بزاف واخا صغيره على حسب الافراد العائله هذه غادي تقد لخمسه د الناس سته د الناس كتجي زوينه بزاف مع الكام من داخل. كنتمنى تعجبكم هذه الوصفه ديال اليوم. المهم انا غادي نزينها بسكر البودره هكا ونات كيكه نغمش الدوسه دوزت الصباح واخا وين ربعان نص وتجيبو ضنقران تسمى على حساب العائلة ضنقران ربعان نص اي خمسة ستة نيوذان وتجيبو قطع. تمني غدا متعجب الوصفة يا النهارة خفين تعرف مرخبة بالصحة والراحة. نشأت الجغ أمو عادي وهاو خاص تقربو شان حاشد
ولكن كوريجين الاختيار بالنسبه خصنا هذيك شن حشت هذيك، ولكن ضروري هكي سنك يجن نتفنجان شن قهوه. نتمنى تعجبكم هذه الوصفه ديال اليوم بالصحه والراحه، الى فيديو جاي ان شاء الله. سلامه.